من قناة زيان عاشور بالجلسة مسعد الجلسة هكذا. إذن وعليه نرحب ويتفضل معنا الأستاذ طاهر من أجل اعتداء المنصة لتقديم مختلف الإحصائيات والأرقام المسجلة مع تحية خاصة لي. فقط طاهر هو مكلف بالنشاطات في المدرسة العليا للأساتذة والقائم القائم القائم تأكيدا على أن هو المحور الرئيسي في هذه التظاهرة. فتحية أخرى إليه. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومتبعه الدين. باسم كافة إدارة المدرسة العليا للأساتذة أرحب أولا بضيوف الكرام من أساتذة وإداريين بولاية الجلفة وكذا تلاميذ ثانوية زيان عاشور وثانوية الطاهري بالإضافة إلى كامل تلاميذ ثانويات الولاية وإلى طلبة المدرسة العليا الأعزاء. في هذا الجدول نجد بعض الإحصائيات بالنسبة لعملية البكالوريا تنظيم البكالوريا التجريبية بالمدرسة العليا للأساتذة بالأخوات وكذا المركز الثانوي ببلدية مسعد ولاية الجلفة. حصيلة التظاهرة المتعلقة بالبكالوريا التجريبية دورة أبريل 2019، أولا هناك دروس دعم لتلاميذ البكالوريا أو تلاميذ ثانويات ابتدأت هذه الدروس من 15 نوفمبر إلى غاية 10 مارس 2019. كان يشرف على هذه الدروس ما يفوق تسمية طالب أستاذ مسخر لهذه العملية في كافة التخصصات في المواد الأساسية بالنسبة للشعب، وهي 5 شعب: شعبة العلوم التجريبية والآداب والفلسفة والتقنية الرياضية والتسجيل والاقتصاد واللغات الأجنبية. بالإضافة إلى عدد التلاميذ المشاركين أو المسجلين في هذه التظاهرة الذي كان يبلغ عددهم حوالي 800 تلميذ في جميع الشعب. فعاليات البكالوريا التجريبية، هناك مركز رئيسي للبكالوريا التجريبية دورة أبريل 2019 والذي كان بمدرسة العليا للأساتذة الطالب عبد الرحمن بالأغوار. بالإضافة إلى التنسيق مع السيد بومدين تجار الذي نشكره على المبادرة، هناك مدقم زيان عاشور وثانوية الطاهري دحمان بولاية الجلفة بلدية مسعد أيضا كانوا والأساتذة الكرام كانوا يشرفون على هذا المركز. الإحصائيات الخاصة بالبكالوريا التجريبية 2019، عدد التلاميذ المسجلين في التظاهر بالنسبة لمركز ولاية الأغوار وهو المدرسة العليا للأساتذة في العلوم التجريبية كان لدينا هناك 380 مسجلين، في الآداب والفلسفة 185، في التقنية الرياضية 38، وفي التسجيل والاقتصاد 61 تلميذ، وفي اللغات الأجنبية 73 تلميذ. في مركز الجلفة هناك 90 تلميذ بالعلوم التجريبية و47 بالأدب والفلسفة و43 بالتقنية الرياضية و21 بالتسجيل والاقتصاد، أما شعبة اللغات فلا يوجد. العدد الإجمالي هناك 665 تلميذ بالمدرسة العليا للأساتذة بالإضافة إلى 201 بمركز ولاية الجلفة. عدد المعطلين الذين كانوا يشرفون على هذه العملية، المدرسة العليا للأساتذة عدد الحراس كان يفوق 208، يعني 208 هو عدد الحراس المسجلين بدون احتياط، يعني بدون اساتذه احتياطيين. عدد المعطلين بولايه الجلفه هناك 32 معطل، مركز ولايه الجلفه 38 حارس و12 معطلا. العدد الاجمالي هناك 246 استاذ حارس بالمركزين و44 معطل بالمركزين. الإحصائيات النهائية يعني النسب شعبة التقنية الرياضية عدد المسجلين 81 طالب، يعني إجمالي ما بين مركز مدرسة عليا للأساتذة ومركز ولاية الجلفة هناك 81 طالبا، الغائبون 36، الحاضرون كان هناك 45 حاضرا يعني نسبة 100%، الناجحون 4 ناجحين نسبة 8.80، عدد الراسخون ونحن لا نقول الراسخون بل موفقون هو 91.20% وعدده 41 تلميذ بالنسبة لشعبة التقنية الرياضية. شعبة العلوم التجريبية هناك عدد إجمالي 398 تلميذ، الغائبون 183 تلميذ، الحاضرون 215 بنسبة 100%، الناجحون 44 بنسبة 20.46، الراسبون المخفقون 171 بنسبة 79.50%.
شعبة الأدب والفلسفة عدد المسجلين 232 تلميذ، الغائبون 114، الحاضرون 118 نسبة 100%، ناجحون 35 ناجحا نسبة 29.66 وهي النسبة الكبيرة من بين الشعب، المخفقون 83 طالبا ونسبتهم 70.34%. شعبة اللغات الأجنبية والذي هناك كانت تلميذ فقط تلميذ ولاية، هناك 73 تلميذ، الغائبون 41، عدد الحاضرون 32، الناجحون 17 بنسبة 53.12، والراسخون 15 بنسبة 44.88 تلميذ. الطلبة الأوائل متفوقين عن الشعب، الشعبة العلوم التجريبية من عبد القادر شيراز رانيا وبن سعد سولاف، الأدب والفلسفة عويسي حكيم وبن طراح إمام وفاء، التمن الرياضي عواي إكرام وطوال نجلاء، واللغة الأجنبية ضياف دسين. أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.